مرحبا بمتابعينا الكرام عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بلعور. وصلنا من مدينة صبرنا نقول لكم هذا الحدث بصوت وصورة استنفار أمني في هذه اللحظات بمدينة سيدي بلعور بخصوص الوقفة الاحتجاجية اللي غادي يقوم بها الأساتذة المتعاقدين، وذلك بعدما رفضت السلطات المحلية إقامة الوقفة هذه بمدينة سيدي بلعور. كما كتابوا معنا متابعينا الكرام في هذه اللحظات نعتذر، كما كتشوفوا معنا استنفار أمني مكثف وإجراءات أمنية مكثفة في هذه اللحظات من أجل وقف هذه الوقفة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين. كمان نحاول أن نشوفوا أن البلاغ على علم السلطات المحلية للإقليم سيدي بلعور تداول عبر وسائل الرقمية المجموعة من الدعوات لتظاهرات تنظيم المسيرة الاحتجاجية يوم الأربعاء اللي هو اليوم 10 فبراير 2021 مدينة سيدي بلعور من طرف ما يسمى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء السلطات، واعتبارا لكون هذه الدعوات غير مستوفية الشروط القانونية الضرورية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن وبالنظام الأمن والنظام الأمين، وبالنظر لتماثله أيضا هذه النداءات من دعوات إلى خرق إجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وتهديدا للأمن وسلامة المواطنين والمواطنات، فإن السلطات الإقليمية سيدي بلعور انطلاقا من صلاحياتها القانونية والاختصاصات الموكلة لها تؤكد حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع المسيرة الاحتجاجية غير قانونية والتعامل مع هذه الدعوات والأفعال وفق المقتضيات المنظمة حفاظا على أمن العامين ولما يستقر به الحظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية. والذكر أن عملة إقليم سيدي بلعور داعي إلى إشكال الاحتجاجات إلى ضرورة الالتزام بالقرار منع مع تحميل المسؤولية وكل ما يمكن أن يترتب أيضا من تصرفات خلاف ذلك، فإن التجديد للتأكيد على الحرص التام وعلى تصدي لكل الممارسات، يعني كما شفت في البلاغ أن هذه الوقفات ممنوعة المساس بالأمن وكذلك بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا اللي كتمنع التجمعات. كما كتشوفوا إجراءات أمنية مكثفة تفاديا لأي تصدعات أو أي انفلاتات من طرف المحتجين. وهنا نشكر رجال الأمن الوطني على كل المجهودات الجبارة اللي كيبذلوها في أثناء هذا، كما كتشوفوا يعني إجراءات أمنية مكثفة كما كتشوفوا يعني من جميع النواحي، لا السلطات المحلية ولا أعوان السلطة ولا قوات المساعدة، بل الجميع جميع أنهم مجندين لهذه الوقفة هذه. كما كتشوفوا معنا دائما ومباشرة كما كتشوفوا يعني إجراءات أمنية مكثفة في هذه الأثناء، يعني إجراءات أمنية مكثفة في هذه الأثناء لمنع هذه الوقفات الاحتجاجية اللي كما يقول كتخالف القوانين والإجراءات الاحترازية، لأن كنعرفوا الآن يعني الحالة الوبائية بدأت تستقر لمنع هذه الوقفات من أجل تفادي انتشار هذا الوباء مرة أخرى بين الصفوف المتظاهرين. كما كتشوفوا يعني التعبئة كاملة لرجال الأمن الوطني والقوات المساعدة كما كتتابع معنا دائما مباشرة على قناة شوف تي في في هذه الوقفة. تحية لرجال الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة دائما ومباشرة على قناة شوف تي في هذه الوقفة لتصدي للوقفات الاحتجاجية الغير قانونية. دائما مباشرة من مدينة سيدي بلعور عبر قناة شوف تي في لتنقلكم بالصوت والصورة في هذه اللحظات
كما كتشوفوا ان 60 فار امني، 60 فار امني يعني، وتعبئه شامله لرجال الامن الوطني في هذه اللحظات. كما كتشوفوا معنا دائما مباشرة على قناة شوف تي في، اللي كما كتشوفوا حنا غادي ناخذكم في هاد الجولة، غناخذكم في هاد الجولة اللي كتشوفوا يعني تعبئة شاملة من رجال الحموشي في هاد اللحظات كما كتشوفوا، يعني يعني إجراءات أمنية مشددة، لأن يعتبر هاد الوقفة هذه يعني مخالفة للإجراءات الاحترازية، يعني كما كتشوفوا انتشار أمني بحضور العميد شرف الدين وكذلك العميد سي صلاح دائما مباشرة على قناة شوف تيفي كما كتشوفوا، يعني إجراءات أمنية مشددة. كما كتشوفوا يعني التعليمات كما كتشوفوا يعني التعليمات صارمة كما كتشوفوا، يعني دائما مباشرة من مدينة سيدي بن نور اللي كما كتشوفوا يعني اجراءات امنيه مشدده لمنع هاد التجمعات اللي خارقه للقانون. دائما كما كتشوفوا معنا هاد اجراءات امنيه اللي كيشرف لها قائد المجموعه سي شرف الدين وكذلك سي صلاح، تحية خاصة لرجال الأمن الوطني بكل أصنافه وكل أطيافه في هذه الوقفة. يعني كما كتشوفوا دائما كما كتشوفوا إجراءات أمنية مشددة دائما مباشرة على قناة شوف تي في، سنقول لكم بالصوت والصورة في هذه الإجراءات الأمنية تفاديا لأي انفلات من طرف المحتجين. غادي ناخذكم كذلك في كتشوفوا أن الجردة كاملة مطوقة لأن هي اللي كان غيكون فيها الوقفة. يعني كما كتشوفوا هادشي يعني باش يمنعوا الوقفات الاحتجاجيه، لان يعني خصوصا في ظروف هاد الجائحه هذه يعني راه يمنع منع كليا التجمعات، يعني التجمعات ممنوعه. تحيه مره اخرى لرجال الامن الوطني اللي قاموا بهذا العمل هذا. كما كتشوفوا معنا دائما مباشرة هاد الوقفة لرجال الأمن الوطني لمنع هاد التجمعات. كما كتشوفوا معنا دائما مباشرة من مدينة سيدي بن نور، يعني إجراءات أمنية مكثفة، إجراءات أمنية مكثفة. يعني تعزيزات كما كتشوفوا تعزيزات أمنية كما كتشوفوا مباشرة من مدينة سيدي بن نور. كما كتشوفوا دائما إجراءات أمنية مكثفة لعناصر الأمن الوطني هنا بمدينة سيدي بن نور.
يعني التصدي على الوقفه الاحتجاجيه التي يقوم بها الاساتذه المتعاقدين في ظروف الجائحه هذه اللي كتعرفها كيعرف العالم باسره. كما كتعرفون دائما في هذا البث المباشر عبر قناه شوف تي في، مباشرة من مدينة سيدي النوطيس. دائما متابعينا الكرام كما كتتابعوا معنا في هذه الجولة اللي كنشوفوا أن رجال الأمن الوطني معبئين و يعني إجراءات مكثفة لرجال الأمن الوطني من أجل منع هذه الوقفات الاحتجاجية كما كتتابعوا معنا دائما ومباشرة على قناة شوف تي في. كما كتشوفوا يعني تعزيزات أمنية يعني في كل أطياف ديال الأمن الوطني كما كتتابعوا معنا، يعني دائما ومباشرة على قناة شوف تي في تنقل لكم بالصوت والصورة من قلب مدينة سيدي بنور. كما كتشوفوا يعني كل شيء تعبئة كبيرة من أجل منع هذه الوقفات الاحتجاجية المخالفة للقانون لعدم توفرهم على سند قانوني في هذه الوقفة هذه. كما كتتابعوا دائما ومباشرة دائما مباشرة على قناة شوف تي في لتنقل لكم من قلب الحدث. كما كتتابعوا معنا حنا دائما نوافيكم بكل التفاصيل هذه الوقفات الاحتجاجية. كما كتشوفوا يعني الجميع كما كتشوفوا يعني الجميع مجندين، جميع رجال الامن بكل الاطياف ديالهم كما كتشوفوا. كما كتشوفوا معنا دائما في هذا البث المباشر مساب. كما كتشوفوا احنا ما زلنا في هذه الجولة هذه اللي كتشوفوا تعزيزات أمنية مكثفة ما زالت دائما. كما كتشوفوا يعني مازال يعني التعزيزات الامنيه مكثفه، يعني تحيه من كل رجال الامن الوطني في هذا البث المباشر عبر قناه شوف تي في. متابعينا الكرام دائما وكما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر اللي نقول لكم من خلاله بالصوت والصوره، غادي نخليكم من هنا لقناة شوف تي في، نضرب لكم موعدا آخر وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. نتمنى أن تمر هذه الأمور بخير وعلى خير وتمر بكل يعني بلا مشاكل بلا صداع بلا والو. تحية لكل المتابعين ديالنا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.